المقابلة أكيد المقابلة كانت صعبة أمام فريق اللي هو متمرس إفريقيا، يعني كان أكثر تتويج إفريقي النادي الأهلي. الفريق ديال الوداد يمكن قام بواحد المقابلة رجولية تكتيكيا، كنا ملتزمين، وصلنا للمرمى ديال الفريق الخصم رغم الإكراهات اللي كانت. الشباك ديالنا تلقات الهدف في الدقيقة الثانية، هذا خلق واحد الارتباك تقريبا واحد المدة ديال 12 دقيقة 15 دقيقة، ولكن الحمد لله أنه الهجوم ديالنا عن طريق ابن الشرقي استطاع العودة يعني في اللقاء. العودة في اللقاء تنظن أنه أعطى واحد الثقة كبيرة للفريق ديالنا، وخلانا أننا ندبر الأمور ديال المتبقي ديال الدقائق بشكل جيد. طبعا كانت النية ديالنا هو أننا نوصلوا ونسجلوا هدف ثاني، لا مع الأسف ما وصلناش، ولكن أظن أنه نتيجة جدا إيجابية في انتظار مقابلة العودة يوم السبت إن شاء الله.